السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. اليوم باش نعملوا فيديو شوية خاصة نتيجة الأحداث اللي وقعت البارح في تونس ومقتل تقريبا 14 جندي تونسي في جبل الشعامي. وهذه حاجة ولات بالنسبة لنا مش حاجة غريبة، القتل والذبح والإرهاب الجسدي والفكري متواصل في تونس عنده الآن أكثر من 3 سنين. دوما توا شفتوا 14 واحد تقتل في جبل الشعامبي، لكن ما كنتش قاعدين تشوفوا في المئات بل بالآلاف من العائلات اللي تشردت واللي خرج من خدمته واللي ما عادش عنده مورد رزق واللي تم طرده وغيرها من الأمور التي وقعت خلال حكم النهضة. بينا حبيت نقول حاجة قبل ما نبدأ، وديما أنا نقولها، راني ما نعبر على رأي حتى واحد إلا الشخص اللي يتفق معايا في الفكرة. أنا لن أتكلم لا باسم الملحدين ولا باسم اللادينيين ولا باسم التوانسة، وإنما نتكلم باسمي الشخص. هذه الأمور واضحة، قلتها 20 مرة ونعاود نقولها باش ما عادش كل مرة يقولوا لي اش بيك تتكلم باسم فلان وباسم فلان. انا ما نتكلم باسم حد، والاراء تاعي هي نتيجة تجربتي الشخصية ووجهة نظري لا اكثر ولا اقل. انا اعبر على افكاري. اذا هذه المسألة واضحة. هوني حبيت نعطي نبذة تاريخية لتاريخ تونس للعباد اللي ما يعرفوش شنو تاريخ تونس. نعرفوا ياسر توا من الشباب، خاطر الكلام نتاعي موجه راهو للشباب، احنا كبرنا واللي اكبر منا كبروا، وتونس باش نخليوها في يد الشباب اللي طالع توا واللي مازال كيما يقولوا يلعب في الشارع. اذا انتم تعرفوا اللي وقتها بدا الاستعمار الفرنسي لتونس، وقتها كانت تونس تحت السيطرة العثمانية او الخلافة العثمانية، ودخل المستعمر الفرنسي نتيجة اتفاقية واستولى على تونس التي كانت مستعمرة من طرف الأتراك، وقبل الأتراك كانت مستعمرة من طرف العباسيين، وقبل العباسيين كانت مستعمرة من طرف الأمويين، وبعد انتقلت من مستعمر لمستعمر من مستعمر إلى المستعمر إلى أن وصلت في يد فرنسا. وتوصلت في يد فرنسا هناك حركة قامت في تونس نجم نطلق عليها حركة دينية زيتونية، فهمت وتفهمت المشكلة اللي فيه تونس وبصفة عامة جميع الدول العربية، فهمت اللي هي جدا متخلفة. عندما شافت فرنسا وشافت الحضارة أو المدنية الغربية اكتشفت اللي هي ياسر متأخرة. هذاك علاش نوع عملوا العلماء هذوما بتاع الزيتونة، أول حاجة قاموا بعملية تجديد الإسلام. الإسلام اللي معروف هو إسلام جدا متخلف ولم يتطور منذ 1000 سنة، فخرج معناتها كما طاهر حداد وغيرهم من الأشخاص اللي طالبوا بتجديد الدين الإسلامي وتنظيفه من كل الخرافات التي تحتويه. صحيح هما ما نطفوش كل شيء، ولكن حاولوا على الأقل باش يحسنوا له صورته. وقامت نجم نقولوا حركة زيتونية ضد الاستعمار، ولكن لم تنجح وانتهت بظهور حركة أخرى تونسية اللي بقيادة الحبيب بورقيبة من أجل تحرير تونس، فهي حركة أكثر شيء وطنية من دينية. تعرفوا انتم اللي بورقيبة معناتها داب العمل نتاعو من أجل استقلال تونس على فرنسا واستقلال تونس على تركيا وقتها، معناتها على كل شيء. يعني باش حب بورقيبة يرجع من تونس دولة حديثة عصرية، وكان المثل نتاعو هو أتاتورك، كان يغدر أتاتورك كمثل نتاعو الأعلى اللي خرج تركيا من الخلافة العثمانية المتخلفة إلى دولة عصرية متقدمة جدا. المهم يعني دي بورقيبة يعمل من أجل نجم نقولوا احنا تطوير تونس وجعلها معناتها دولة بين جميع الدول اللي موجودة في العالم.
وبالطبع بورقيبه رغم اللي معناتها كانوا يلوموا فيه ياسر عبيد على خاطر هو نجم نقولوا انسان مرن وبدا المفاوضات مع فرنسا على اساس استقلال تونس. ونعرف اللي فما شخصيات اخرى في الساحه عندها تاثير. الشخصيات هذه اللي عندها تاثير مثلا فرحات حشاد معروفه وشخصيه مناضله، ونجم نقولوا ان فرحات حشاد شخصيه وطنيه تونسيه 100%. كان ما عندوش حتى معناتها افضليه الا لتونس فقط، فهو لم يكن له لا اتصالات لا مع الغرب الاوروبي ولا مع فرنسا ولا مع الشرق ولا مع العروبه ولا مع الاسلام، وكان يطالب بتحرير تونس بكل الطرق حتى باستخدام العنف والعمليات نجم نقولوا المسلحه. فلهذا فرحات حشاد تم اغتياله من طرف مجموعه استعماريه فرنسيه، لانه كان شخص صحيح وطني ولكن لا يقبل اي حوار او اي نقاش. بينما بورقيبه كان انسان جدا مرن وكان ديما يناقش الفرنسيس من اجل استقلال تونس، وحتى كان ما خداش كل المطالب نتاعو، كان يقبل المطالب اللي يعطيوهم له ويستنى باش يعطيوه مطالب اخرى بعد ذلك. فما شخص معروف معاه في الحزب معناتها كان متفق مع بورقيبه، هو من نفس المدرسه الغربيه يعني دراسته وثقافته غربيه، فهمت معناتها صالح بن يوسف، ولكن كان يختلف مع بورقيبه في مساله التعامل مع فرنسا، فهو كان اكثر متشدد، ليس تشدد كما فرحات حشاد ولكن عنده تشدد من نوع اخر، انه كان عنده اتجاهات نسميها عروبيه اسلاميه، وكان يعتبر تونس هي جزء من العالم العربي وجزء من العالم الاسلامي، ويطلب من بورقيبه باش وقت يناقش مع فرنسا ما يناقش معاها وهو في موقف ضعف وانما في موقف قوه، ويطلب منها ان تحقق كل المطالب نتاع التوانسه ومش تعطيه شويه من المطالب وتخلي شويه لاخر من بعد. هذا الخلاف اللي وقع بين صالح بن يوسف وبورقيبه ادى الى تطور الصراع من بيناتهم الى درجه انه صالح بن يوسف اتهم بورقيبه بالعماله واتهمه بالكفر، لانه طرح على تونس اسلام متطور عصري وانه يتعامل مع فرنسا معناتها باسلوب نجم نقولوا جدا مرن اللي يعتبروه كثير هو نوع من الضعف. ولهذا عندما كثرت الخلافات من بيناتهم ووقع الاستقلال بتاع تونس عام 1956، هرب صالح بن يوسف الى مصر، وهناك معناتها تلقى الدعم بتاع القوميه العربيه وغيرها وغيرها، ثم هرب الى اوروبا وهناك تم قتله من طرف يقول اشخاص مقربين من بورقيبه باذن من بورقيبه او بدون اذنه، معناتها اكيد انه باذنه تم قتله في المانيا. المهم عندما مات فرحات حشاد قبل ومات بعده صالح بن يوسف، نجم نقولوا اللي الساحه خلات البورقيبه كليا، وهون يكمل حرر بقيه تونس من الاستعمار الفرنسي وانهى ما يسمى الملكيه واعلن تونس دوله دستوريه رئاسيه مستقله قائمه بذاتها. بورقيبه كان عنده ميل كبير لتونس في الدرجه الاولى، ويعتبر تونس ضمن الخريطه الشمال افريقيه، وكانت العروبه لا ينكرها ولكن لا يعطيها قيمه كما يعطي لتونس ولشمال افريقيا. هذاك علاش وقتها قتل صالح بن يوسف وقع غضب شرقي كبير على بورقيبه، والذي اعيد اتهامه بالعماله وبالكفر وبغيرها من التهم، لانه رفض التعامل مع الشرق واراد ان يقطع الحبل السري بين تونس وبين الشرق وان يتعامل مباشره مع الغرب وخاصه مع فرنسا، حتى ان بورقيبه اتهم بانه الطفل المدلل بتاع فرنسا. اذا عندما الشرق شاف اللي تونس قاعده تبتعد على الشرق وتبتعد على العروبه وتبتعد على الاسلام، شيء طبيعي ما رضاوش بهذاك الشيء وما يساعدهمش ان دوله اسلاميه تكون متطوره وتلحق بالحضاره الغربيه وهما يبقوا متخلفين. طبعا هو ما يحبوش ان الشعوب نتاعهم تتطور، يحبوا الشعوب نتاعهم تبقى ديما متخلفه باش ينجموا يحكموها. ومن هنا بدات المؤامره من جديد ضد تونس
ولكن هذه المرة باسم ما يسمى بالإسلام والعروبة، وبدأت في تونس تتكون حركات ما يسمى عروبية وحركات إسلامية، خاصة في بداية السبعينات، حيث بدأت ما يسمى لجنة الدفاع عن القرآن الكريم، اللي وقتها رشد الغنوشي كان في تونس مشى يقرأ في الشرق في سوريا، ثم عاد على أساس أن بورقيبة تجاوز الحدود وأنه كفر وأنه خرج عن الملة ويجب محاربته. ومن هنا بدأت البذور الأولى لما يسمى بالحركة الإسلامية. هنا نحط قوس أن العبيد اللي عاشوا من بين الاستقلال والسبعينات يعرفوا اللي تونس تقدمت تقدم كبير، وتعرفوا اللي بورقيبة معناتها بناء المدارس ما بناش الجوامع، ونحى ما يسمى الجهوية، ومعناتها بنى الطرقات وعمل ياسر إنجازات في تونس، وبدأ بالنهوض بتونس نحو الرقي ونحو الحضارة، رغم كما قلت لكم كان عنده نقطة ضعف نحو فرنسا بالذات ونحو الغرب، وكان يعتبرهم المثل بتاعه الأعلى. كان بورقيبة يؤمن بفكرة أنه يجب أن ننطلق من الغرب لكي نتطور، أي يجب أن نلحق بالحضارة الغربية أولا، ثم يمكن أن نفكر في أمور أخرى بعد ذلك. فلهذا بورقيبة معناتها نحت عدد الزوجات، ووضع قوانين للحجاب وغيرها، ونحى المرأة نحلها الحجاب، وأعطى حرية المرأة وأعطى حقوق المرأة. صحيح هو عمل ياسر حاجات، ولكن فما حاجات ما نجمش يعملهم كيما الإرث وغيرها وغيرها وغيرها، ما نجمش يوصل كيما يعمل أتاتورك، أما على الأقل عمل ياسر حاجات باهية. المهم في السبعينات المسار البرجيبي بدأ يتعطل بظهور هذه الحركة الإسلامية التي جاءت من الشرق وبأفكار شرقية من أجل محاربة الطريقة أو الأسلوب البرجيبي للنهوض بتونس. وبدأت في الأول كما قلت لكم من أجل الدفاع عن القرآن الكريم، ثم تطورت إلى ما يسمى بحركة الاتجاه الإسلامي. بورقيبة في الأول ما عارضهاش معارضة كبيرة وأعطاها الحرية باش تتحرك، خاصة أن فما مد ثالث موجود في تونس قاعد يقوى، هو ما يسمى بالمد الشيوعي. إذا هناك فما المد الإسلامي والمد الشيوعي والمد القومي، هذوما الثلاثة بورقيبة كان ما يحبهمش، ما يحبش الشيوعيين على خاطر هو ليبرالي رأسمالي، وما يحبش العروبيين لأنه هو يفضل تونس قبل العرب، وما يحبش الإسلاميين لأنه هو من أجل إسلام كهوية وليس إسلام كدين. يعني هذوما الثلاثة حاجات اللي بداوا يعطلوا في المسار بتاع بورقيبة، وخاصة عندما قوات ما يسمى الشوكة الإسلامية خاصة في الجامعات، وتطورت على 75 78 ووصلت معناتها إلى صدامات عنيفة في الجامعات وغيرها في تونس، أدت في الأخير إلى أن بورقيبة خذ القرار في الثمانينيات باش يلقي القبض عليهم ويوقفهم. إذا هوني وتوصلنا لعام 1980 بصفة عامة، تم ضربة حركة الاتجاه الإسلامي بقيادة رشد الغنوشي، والتي هي مدعومة من ذلك الوقت من الشرق ومن دول الخليج ومن عدة دول أخرى، من أجل ما يسمى إعادة تونس للحاضرة الشرقية، اللي بورقيبة حب يخرج تونس من الشرق نحو الغرب ونحو الحضارة ونحو التطور. المهم بعد فترة من سجن هؤلاء ظهر وزير تونسي اللي هو معناتها محمد مزاري، وتعرفوا وقت بورقيبة بدأ يكبر شوية وما عادش يسيطر على مجال الحكم، وهذا الشخص العميل للشرق والتي هو معناتها مثله مثل رشد الغنوشي، عمل على إطلاق سراح هذه الحركة واسترجاع حقوقهم والعودة للعمل ما يسمى الإسلامي والسياسي. وبدأت سياسة أخرى لتعريب التعليم، رغم ان بورقيبة كان ضد معناتها هذه الفكرة، ولكن في الأول معناتها لأن كما قلت لكم ولا ما عادش عنده قوة، و حاجة ثانية أن الأموال والتأثيرات الشرقية كانت جدا قوية أكثر من المساعدات الغربية، وتونس دخلت في ارتباك كبير. يعني تونس كان ما وقعتش هذه حركة الاتجاه الإسلامي راهي توا كي مالطا، ولا يمكن خير من مالطا، ولا كي إسبانيا، ولا كيما إيطاليا، ولا أي دولة أخرى. ولكن ظهور هذه الحركة، حركة الاتجاه الإسلامي، هي عطلت المسار، فهمت، البرجيبي من الأول. لأن بورقيبة كانت عنده فكرة واضحة، فهمت، قال معناتها بورقيبة يقول في الكلام تاعو، اللي يسمع الخطابات تاعو يفهم
اللي بورقيبة يعتبر أن الوصول إلى الحرية يمر بعدة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التعليم، يجب أن تعلم الشعب، لازم الشعب يكون واعي. هذاك علاش فترة التعليم في بورقيبة كانت جدا قوية. الإنسان وقتها في عهد بورقيبة عنده البكالوريا توا كما عنده يمكن الدكتوراه، يعني كان التعليم جدا قوي. ثم كان يؤمن بمرحلة ثانية هي ما يسمى مرحلة البناء الاقتصادي، ثم المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الحرية، لأن مش ممكن فهمت تطور الاقتصاد مع شعب جاهل، فهمت؟ شعب جاهل ما يتطورش اقتصاديا، إذا لازمك تعلمه ثم تطوره اقتصاديا وتشبعه، من بعد تعطيه الحرية. إذا ما تجيش عبد مثقف وهو جيعان وتجي تعطيه الحرية، إذا هو هذا كان يشوف هكا المراحل باش تونس ترتقي إلى الدول المتحضرة وتخرج من ما يسمى دول العالم الثالث وارتباطها بالشرق. لكن شيء طبيعي الشرق رفض هذه الفكرة، لا يقبل أن يرى دولة إسلامية متطورة على بقية الدول وتخلي الشعوب الأخرى تطالب أن تكون مثل تونس، رغم أن تونس وصلت لهذه المرتبة. والعباد يقولوا كلهم أن تونس بالنسبة للدول الإسلامية العربية هي أكثر الدول المتطورة، لكن الشرق لم يريد الخير لتونس، فأرسلوا لنا عروبتهم وأرسلوا لنا إسلامهم من أجل يدمروا كل الإنجازات اللي حققهم بورقيبة. إذا تطورت الأحداث عام 84 و85 وأصبحت هذه الحركة تطالب فهمت بإسقاط بورقيبة وأخذ الحكم في تونس، ولكن شيء طبيعي معناتها ما نجمتش توصل للهدف نتاعها، ووقع عام 87 ما يسمى بالانقلاب على بورقيبة ووصول بن علي للسلطة. عندما وصل بن علي للسلطة كنا في بالنا الكل بشي واصل على نهج بورقيبة، لكن بن علي اكتشف أن الاستقلال على الشرق سوف يسبب له كثير من المشاكل، فلهذا ابتعد قليل على الغرب ورجع يتقرب من الشرق ومن السعودية ومن دول الخليج، وأعطى لحركة الاتجاه الإسلامي الحرية في العمل بشرط أنها تبدل اسمها وتولي حزب النهضة، ومن هناك ولد حزب النهضة. ثم بدأت ما يسمى تعريب تونس وبناء المساجد، وتعرفوا اللي معناتها بن علي من بعد بناء جامع قرطاج، وبن علي كانت فكرته انه يكون كما امير السعوديه ولا كما امير نتاع المغرب، يعني هو ممثل الاسلام والمسلمين ومشى حج، ونجم نقولوا بن علي هو اللي جاب لنا السلفيه والوهابيه لتونس، هو اللي هلك تونس. علاش بن علي؟ اول حاجه هلك التعليم بالتعريب وغيره، ثاني حاجة ركز على مجال اقتصادي معين لعائلته ولجماعة معينين، مع تعطاهم الحرية الكاملة في التصرف باقتصاد البلاد الكل، يعني ما عطاش الحرية الاقتصادية كما معناتها على أساس مؤسسات وقواعد وإنما على أساس عصابات، هذه حاجة ثانية. الحاجة الثالثة اسمح بما يسمى بالسلفية والوهابية أن تدخل لتونس وتعمل لتونس، ثم حارب ما يسمى بحركة النهضة وتم سجن بعض عناصرها خاصة عام 92 وقتها في محاولة الانقلاب، وتم طرد كثير منها خارج تونس، وحاول ما يسمى بن علي سرقة كل ما يمكن أن تحققه النهضة للشرق هو يحققه لها. يعني هم تحبوا جوامع، تحبوا وهابية، تحبوا سلفية، تحبوا الحي، تحبوا إسلام، تحبوا اللي نقولوا احنا دولة عربية، أنا هذاك الكل نحققه لكم، مش لازم أنتم تجيبوا لنا هذه الحركة. وبالفعل وقع ذاك الشيء، وتونس بدات كما نقولوا تخسر كل المكاسب اللي حققتها في عهد بورقيبة، الى ان وقعت ما يسمى بالثورة عام 2011 بين قوسين، ثورة هي فوضى ليس ثورة، وتم معناتها سقوط بن علي ودخلت البلد يعني في حالة فوضى. ثم عادوا هذو الكلاب نتاع الخليج باش يمسكوا الحكم، لان الخليجيين معناتها عارفوا اللي بن علي رغم اللي حق لهم ياسر من مطالبهم من الجمش حق لهم كيما حق لهم النهضه، لان النهضه هي كلاب مسعوره لهم 100%، بينما بن علي نجم نقولوا ينجم يوافقهم على 50% لكن ما يوافقهمش على 50% الاخرى، خاطر هما الهدف نتاعهم الخليج ان تونس تولي اقل مستوى من الدول نتاعهم في الجهل والتخلف والانحطاط والإرهاب وغيرها من الأمور من أجل تدمير تونس كليا لكي لا تكون خير من دول الخليج. المهم جاءت النهضة وأموال خليجية وقطرية وسعودية وغيرها وبدأوا العمل. شنو عملوا يا سيدي النهضة؟ النهضة في الأول لازمكم تعرفوا اللي توا في تونس بعد ما يسمى
هذه الفوضى اللي وقعت في تونس ظهرت ثلاثة قوات كبيرة ما يسمى النهضة وما حولها من أنصارها، كي مثلا الحزب نتاع هاشمي حامدي هذوك تبع النهضة، ما هو إلا نجم نقولوا احتياط. لماذا النهضة ايش عملت؟ النهضة عملت ثلاثة مجموعات، عملت جماعة ما يسميهم بالسلفية الجهادية، هذوما ما يسمى بالجناح العسكري، ثم النهضة هي الجناح السياسي، ثم ما يسمى هاشمي الحامدي هو الجناح الاجتماعي، يعني هو اللي يأثر على العباد اللي مسلمين بالاسم، فهمت؟ المسلمين بالاسم واللي يغير على الإسلام وهو ماهوش فاهم حتى شيء بالإسلام. أما جماعة النهضة بحد ذاتهم هم الأشخاص السياسيين والذين معناتها في المجال السياسي وفي مجال التكمبيس والتحيل وغيرها من الأمور. أما ما يسمى الفرع الثالث اللي هو الحركة العسكرية هو ما يسمى بالسلفيين وغيرهم، يعني هذوما كلهم يتسموا النهضة. أما الأحزاب الأخرى الصغيرة وغيرها كلها تدور في فلك النهضة بطريقة أو أخرى، يعني هذا ما يسمى بالفكر الإسلامي. هذا الفكر كله فهمت الهدف نتاعه هو صوملة تونس وتدمير تونس اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتجهيل الشعب وتفقيره ومعناتها القضاء عليه كليا، لأنهم لا يريدوا دولة متحضرة، لا يريدوا دولة قوية. هذا النوع الأول. النوع الثاني اللي هو ما يسمى نداء تونس وما حوله من الأحزاب وغيرها وغيرها وغيرها، هذا الحزب النجم نقوله هو من بقايا حزب التجمع ومن بقايا البورقيبيين واليوسفيين وكل هذوم الوحود معناتها متجمعين مع بعضهم كما نقولوا فتات 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 فتات، وهم نجم نقولوا يفكروا في مصلحة تونس 20% أو 30%، لكن 70% هم موالين الجهات أجنبية غربية بحتة، يعني هم ما فهمش وطنية، فهمت؟ يعني فما حتى وطنية، يعني بالنسبة للإسلاميين هم موالين للشرق، بالنسبة لنداء تونس هم موالين للغرب، أما بالنسبة للطرف الثالث اللي هو الجبهة الشعبية فهو بالرغم اللي يظهر انه غير موالي الى هؤلاء وغير موالي الى هؤلاء، الا انه لا يخدم مصلحة تونس وانما غامس في المصالح نتاعو الشخصية وفي نفاقه وفي ترهدين نتاعو وفي الدوبل فاس نتاعو، ومرة ميلوا الى هؤلاء مرة ميلوا الى ذاك، علاش انا نسميهم الجبهة الشعبية دي ترافيستي، فمخنثين سياسيا. بالنسبة للجبهة الشعبية وكل الأحزاب اللي تكونها هما أحزاب مخنثة، بينما نجم نقولوا اللي الإسلاميين هم موالين للشرق ونداء تونس هو موالي للغرب. يعني هذه الخريطة السياسية بالنسبة لتونس في الوقت الحاضر. إذا هنا التونسي شنو باش يعمل وشكون باش ينتخب؟ هذه مشكلة يعني كبيرة جدا جدا جدا. المشكلة اللي ما فما حتى حزب وطني تونسي 100%، هذه مسألة أكيدة وواضحة، ما فما حتى حزب وطني تونسي 100%. إذا هوني فما ياسر يسألوا يقولوا هل نمشي نسجل في الانتخابات أم لا؟ أنا بالنسبة لي أي إنسان معناتها عنده الحق باش يسجل في الانتخابات لازم يمشي يسجل. على خاطر أنت لو باش تعترض على سياسة ولا باش تعترض على أسلوب ولا حاجة لازم تكون مسجل في الانتخابات. نفترض مثلا تونس فيها 10 ملايين، نفترض اللي فما 6 ملايين عندهم الحق في الانتخاب في تونس. تصور انت لو 3 ملايين ولا 2 ملايين فقط هما اللي سجلوا، يعني هوني احنا باش نحكيوا على الانتخابات على حسب 2 ملايين هذو، يعني 4 ملايين اللي كان عندهم الحق باش يسجلوا وما سجلوش هذوما باش يكون ما عندهم حتى قيمه في الاحصائيات. علاش؟ مفهمت يعني باسلوب بسيط، اسلوب بسيط. مسألة التسجيل احنا وقت نجيو نشوفوا مثلا نجيو نشوفوا ونقولوا قداش من واحد سجل، ونقولوا احنا تقريبا عندنا 6 ملايين مواطن، عندنا 3 مليون انسان سجل، اذا هنا عندنا نسبة التسجيل 50%، يعني 50% سجلوا، ال 50% الاخرين علاش ما سجلوش؟ يا اما ما همش واعيين سياسيا، يا اما ما همش مهتمين، يا اما انانيين، يعني ما نجموش نعرفوا عليهم شنو، يا اما ما همش راضيين على السياسة، يعني نجم يكون عدة أسباب. إذا هما هنا خارج اللعبة السياسية ما نجموش نعرفوا عليهم، بينما لو يسجلوا الكل
فهمت؟ مثلا لو يسجلوا نقولوا 5 ملايين، نوليو نقولوا 80% من اللي عندهم حق التسجيل سجلوا، إذا هوني باش نلعبوا على 80%، توا عندنا 80% 5 ملايين من العباد مسجلين. توا بعد ما سجلت يعني أول حاجة لازمك تعملها، لازمك تسجل في الانتخابات، أنا حسب رأيي، أي إنسان عنده الإمكانية أو عنده القدرة باش يسجل في الانتخابات، لازم يسجل، أنا ما نجمش نسجل على خاطر أنا لاجئ سياسي، فهمت؟ ما مش مستعرفين بيا، إذا أنا معناتها كان جاي عندي الإمكانية راني نسجل في الانتخابات، لكن هذه المرة مانيش باش نسجل في الانتخابات على خاطر ما نجمش نسجل في الانتخابات، أما كل إنسان عنده القدرة باش يسجل في الانتخابات ولا يعرف واحد من عائلته، فهمت؟ يهز يسجلوا ويعاونوا كل شيء باش نسجلوا أكبر عدد ممكن نتاع عباد سجلوا في الانتخابات، هذه النقطة الأولى الأساسية. النقطة الثانية بعد ذلك لمن سوف ننتخب؟ شيء طبيعي، الإسلاميين باش ينتخبوا الإسلاميين، فهمت، على جميع أطرافهم، وما يسمى البورجيبيين والأصحاب الأعمال واللي يحبوا شوية استقرار في البلاد باش ينتخبوا نيدا تونس، بينما الأشخاص اللي لاعبينها زعما عندهم مبادئ وعندهم شخصية وعندهم أهمية وهم ما يسووا حتى بسقة، فهمت، لا في العير لا في النفير، باش ينتخبوا للجبهة الشعبية، فهمت؟ بينما فما أشخاص بالطبع فما أشخاص ما همش باش ينتخبوا. هنا وقت مثلا نقولوا نطردوا 5 ملايين سجلوا، وفما زوز ملايين ما انتخبوش، هنا شنو باش نقولوا؟ هنا باش نقولوا 40% ما انتخبوش، يعني 40% ما همش راضين على الحالة نتاع البلاد. فهمت؟ إذا أنت كي تسجل وما تنتخبش أحسن من اللي ما تسجلش بالكل. أما الحل الثالث هو أنك تسجل وتنتخب إلى حزب ضعيف، مثلا نتاع الخضر ولا نتاع يعني أحزاب ضعيفة جدا، ما تنتخبش الأحزاب هذو الثلاثة باش ما تكونش مشارك في الجريمة، لأن في الحقيقة معناتها هذه باش نقولها لكم، يعني معناتها حسب فهمي أنا للخريطة السياسية، إن النهضة لم تنسحب من الحكم وحطت حكومة بن جمعة إلا بعد ما مكنت روحها بالكدا في تونس. إيش عملت؟ ثم آلاف المناصب في الشرطة، فهمت؟ تم طردهم وتعويضهم بحناصر من النهضة، آلاف من المناصب حتى في الجيش، حتى في المراكز، في المؤسسات، في الجمعيات، في كل شيء دخلوا جماعتهم في كل بلاصة، في كل بلاصة، هذه المسألة الأولى اللي عملوها. يعني توا هما عندهم عباد في كل مؤسسة وفي كل شركة وفي كل شيء عندهم عبد يجيب لهم الأخبار ويقولوا لهم شنو فما وشنو ما فماش، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، فهمت، قبل ما ينسحبوا، فهمت، خذوا ضمانات من الأحزاب الأخرى خاصة نيدا تونس اللي هو يعتبر كبير والجبهة، أنهم إنهم يتعرض لهم حتى حد، وأنهم يواصلوا يخدموا في الخفاء كما يريدون. يعني هنا أنا بالنسبة لي نيدا تونس والجبهة مشاركين في الجريمة مع النهضة، خاطر خايفين منها هي بقوة الفلوس والإمكانيات وبقوة الأشخاص نتاعها. الحاجة الثالثة كما قلت لكم، الجيش كان قبل متغلغل، النهضة كانت متغلغلة في الجيش وظن ضربه يعني بن علي، لكن مازالوا عناصر موالين للنهضة في الجيش، وبعد ما وصلت للحكم استطاعت أن ترجع عديد من العناصر نتاعها وتقوية روحها، ونجم نقولوا لنصف الجيش التونسي في يد النهضة، والنصف الجيش الآخر يا إما خايف ينجم يعمل شيء، يا إما يحاولوا يشريوه ولا يسكتوه ولا هذاك، علاش الجيش ما تنجمش تعمل عليه في تونس. أما بالنسبة للبوليس والحرس وغيرها نجم نقولوا هو أقوى من الجيش في هذه المرحلة، ولكن رغم ذلك أكثر العباد ولو خايفين، واحد خايف من نهار وليلة يلقى روحه بطال، فهمت، عنده عائلة يوكل فيها، فهمت، المشكلة اللي قاعدين يجوعوا في الشعب التونسي، يعني العباد ولات خايفة حتى معناتها باش تخلص تسكر نتاع ضو، ولا مثلا باش تجيها منحة ولا حاجة، تقول لك يا خويا نقعد في الدار لا يمشيوا يقطعوا عليا هذه الفلوس ترسيني ما عنديش ما ناكل. إذا بعد لا جوعت الشعب التونسي وشبعت جماعتها بالكدا وحطتهم في مراكز مهمة وأعطات رخص وأعطات كل اللي تحب عليه هي معناتها باش تسيطر على العباد الكل، شنو عملت؟ انسحبت بعد لا كونت ما يسمى المجلس الشورى نتاعها والحكومة نتاعها اللي موجودة في الظل. إذا وقت انسحبت شنو عملت؟ هي البلاد والاقتصاد تاع البلاد طايح، هذا لا نقاش فيه، الاقتصاد تاع البلاد تاع تونس طايح، لكن هما الاقتصاد نتاعهم يعلى، فهمت، الاسلاميين عملوا مشاريع وخذوا رخص وتاكسيات وشراوا ديار وشراوا مناطق وكل شيء، وانسحبوا واعطوا الحكومه اللي سمى حكومه جمعه
هذه حكومة الجمعة مجرد هي نجم نقول ماريونيت فهمت دمية صحيح تخدم معناتها في الظاهر هكاك لكن ما تنجم تعمل حتى شيء كان تعمل حاجة تخالف معناتها مطالب النهضة سوف توقع لها مشاكل إذا نجم نقول لوتو معناتها خوف لوتو خوف هي معناتها تخدم صحيح كل حرية ولكن في نفس الوقت خايفة من أي ردة فعل من النهضة أنها تعمل حاجة تخالف النهضة أو تحاول باش تكسر النهضة إذا هذه الأحزاب الكل في تونس ولات خايفة ما عادش تحب تقرب للنهضة ولا تكسر النهضة وركبوا لهم ما يسمى بعقدة الخوف هذاك علاش ما حتى حزب فهمت حر في تونس يعني ينجم يواجه النهضة حتى نداء ولا جبهة هما غير يتملقوا لها ورغم اللي معناتها النداء هو أكثر خبث يعني يستعمل في السياسة يعني والنفاق معاها كان يلقى فيها الضربة يضرب لكن في الوقت الحالي هو نجم نقولوا ما عنده حتى قوة باش يضربها ولا باش يعمل حاجة وقت انسحبت النهضة من الخريطة السياسية وعطات الجمعة بدأت تحضر الانتخابات في الحقيقة النهضة خطة النهضة المرة هذه ما تحبش تربح الانتخابات الفترة هذه مهماش علاش؟ على خاطر تعرف البلاد اقتصاديا كدولة وكمؤسسة مدمرة وما تحبش تعاود نفس الغلطة أن كل شيء يوقع في وجهها لأن هي الآن تسعى يا أما إلى حكومة ائتلافية أو إلى نجم نقولوا احنا مرتب اقل من مرتب اللي كانت عليه باش تكون تنجم تخدم كل حريه. النهضه من انسحبت من الحكومه وعطات الجامعه شنو قاعده تعمل؟ تو تونس قاعده معناتها تلعب؟ لا قاعده تركز في المواقف نتاعها وقاعده تخدم في المناطق الداخليه بطريقه مكثفه ما تنجموش تصوروها بالكم. تعرفوا انتم المناطق الداخليه العباد ما يتبعوهاش، العباد ديما يتبع احنا في تونس، ديما نتبعوا الساحل وتونس وصفاقس والمدن الكبيره. هما اش عملوا؟ هما فهموا اللي 80% من الشعب التونسي يعيش في المناطق الداخليه، شنو عملوا؟ بعثوا العناصر نتاعهم للمناطق الداخليه وبداوا يخدموا في المناطق الداخليه وخلاوا الحزاب كيما نداء تونس وكيما الجبهه يلعبوا في المدن الكبيره ووجودهم في المدن الصغيره والمناطق الداخليه جدا قليله. حاجه اخرى ان النهضه عملت ما يسمى مدارس قرآنية في كل منطقة قاعدة تربي في جيل من البهايم حاشاكم يعني ولادكم باش يطلعوهم بهايم ومصدقين فهمت تربي فيهم تصور توا 3 سنين ومن بعد 4 5 سنين عباد ما يفهموا حتى شيء يعرفوا كان القرآن والجهل والتخلف والانحطاط يعني تنجم تتصرف فيهم كيما تحب إذا هذايا معناتها النهضة في الانتخابات هذه هي ماهيش باش تعمل عليها هي شنو تحب تخرج من الانتخابات هذه تحب تخرج اللي تحافظ على حكومتها الموازية وحرية التحرك في الخفاء هذاك أي حكومة فهمت تعطيها هذه الحرية هي معاها علاش؟ على خاطر تحب تخدم الانتخابات اللي بعد الانتخابات اللي بعد تحب تقضي على كل الأحزاب وتاخذ هي السلطة أو اللي بعد بعدها مش مشكلة اللي بعدها المهم أنها تقضي على كل هذه المعارضة وتكون ما يسمى بدولة إسلامية كما تريد هي على حسب معناتها الأجندة اللي مرسومة لها إذا معناتها تقول معناتها النهضة توا معناتها تحب تربح الانتخابات ما حاجتهاش تربح الانتخابات، تخلي يمكن حتى النداء يربح، فهمت؟ إذا هي العناصر نتاعها زادة باش تقول لهم يعني باش تأكد لهم على المسألة هذه وهما يعرفوا هذه المسألة خاصة المقربين لشكون ينتخبوا وشكون ما ينتخبوش، لأنها مش من مصلحة النهضة توا باش تشد حكومة وحدها، فهمت؟ شدتها ديجا وشفتوا شنو وقع، إذا تحب توا تنسي العباد ينساوها والناس ينساوها 4 5 سنين أخرين ينساوها ومن بعد تعاود ترجع بوجه آخر وبطريقة أخرى وبأسلوب آخر أقوى وأكبر. إذا أنا هون شنو نقول؟ يعني راهو انتخاب الجبهة ولا نداء ولا النهضة بالنسبة لي كيف كيف. على خاطر كان انتخاب الجبهة، الجبهة شنو هي؟ حكايتها فارغة. فهمت كما قلت لكم يعني معناتها تظهر روحها اللي هي فهمت مستقله وهي لا مستقله لا شيء يلعبوا بها كما يحبوا. النداء فهمت لو تنتخبوا النداء فهمت يعني قد ما تنجموا تنتخبوا النداء ما يكونش بطريقه اللي نجم يقضي على النهضه. اذا باش يكون تحت تصرف النهضه وباش يسمح لها باش تخدم في الخفاء. والنهضه شيء طبيعي اللي باش ينتخبها يكونش العناصر نتاعها ولا اللي مؤمنين بافكارها. اذا هذه هي بصفه عامه الخريطة السياسية ننصح العباد باش تمشي تسجل في الانتخابات معناتها كان جيت أنا في بلاصتها نمشي نسجل في الانتخابات ومن بعد كان أنا ضد هذا كله أنا شخصيا ما ننتخبش بالكل أو أنتخب الحزب صغير جدا فهمت مهما كان حتى كان فما حزب تاع حيوانات ننتخب فهمت لأني بانتخابي نداء تونس
اعتبر اني فهمت مشارك في اللي يتحضر فيه النهضة بعد 4 ولا 8 سنين. فهمت؟ بالنسبة للأشخاص اللي أعطيهم يسلكوا توا من بعد شي همنا ينتخبوا النداء. فهمت؟ وبالنسبة للمجرمين أعداء تونس ينتخبوا النهضة شيء طبيعي ولا ينتخبوا الجبهة بالنسبة للبهايم والعباد اللي ما عندهم حتى شيء في مخهم. هذه معناتها وجهة نظري، يعني معبر على وجهة نظر حد. هذه مسألة واضحة وباينة. إذا هوني السؤال الذي يطرح، ما هو الحل لتونس؟ بالحق يا أخي، إلى متى باش نقعدوا هكا؟ ها؟ إلى متى باش نقعدوا يا متابعين للشرق يا متابعين للغرب؟ وقتاش تقوم حركة سياسية تونسية، سواء من الشعب سواء بالتأسيس أو بأي طريقة، تكون وطنية؟ وتنقول وطنية وطنية، شنو معناها وطنية؟ وطنية أولاً يعني تؤمن كان بتونس، التي تؤمن بالهوية الأمازيغية التي تنتمي إلى شمال إفريقيا، وتقطع حبل السرة كليا عن الشرق، وقطع حبل السرة عن الغرب، وتكون دولة مستقلة نتعامل مع الغرب ونتعامل مع الشرق، ولكن باحترام كتونسي مستقل بحد ذاته. ويتم تحويل اللهجة التونسية اللي نتكلم بها توا كلغة رسمية مثل في مالطا، ووضع لها قواعد وكتابة وقواعد نحو وصرف وكل شيء، وتصبح هي اللغة الرسمية لتونس، والسماح للغة الأمازيغية أن تكون لغة وطنية وتدرس في المدارس، وتبديل العلم التونسي لكي يكون علم تونسي حر، تكون فيه مثلا أعلام الأمازيغية مع شجرة الزيتون أو المشموم، حاجة تمثل تونس. وهكذا نقطع مع الاستعمار التركي والاستعمار العربي اللي دام أكثر من 1000 سنة، منهم بصفة عامة ما يسمى الاستعمار الإسلامي. إذن لو لا يقوم حزب في تونس، ونظن الشباب اللي توا أكثر إيمان في المسألة، علاش ما نطوروش عاداتنا وتقاليدنا ولباسنا وماكلتنا ونفتحوا بلادنا؟ عندنا 1200 كيلومتر بحر، علاش ما نستدعوش المؤسسات الأجنبية لكي تأتي وتشارك في بناء تونس؟ لماذا لا نبني تونس احنا كتوانسة؟ فهمت؟ وانت نقول شركات تجي معناتها باش تخدم، باش تخدم وباش تبني. فهمت؟ احنا مانيش نبيعوا البلاد، بلادنا تبقى بلادنا، تونس للتوانسة، تونس للتوانسة اللي يعيش على تونس مهما كان الأصل بتاعك. أي واحد يجي ويحب تونس ويحافظ على ريحتها وعلى مشمومها وعلى مكلتها وعلى لباسها يعتبر تونسي مهما كان الأصل متاعه ومهما كان المعتقد متاعه. علاش ما نطوروش بلادنا، نبدلوا نظام التعليمي؟ هذا نظام عندنا، فما أنظمة تعليمية موجودة توا في هولندا ولا في دول أخرى شمالية، معناتها ما تنجمش تتصور بالك. فهمت؟ وعلاش التعليم ما يوليش باللغة التونسية؟ نتعلموا اللغة التونسية، نتعلموا بها باش الوليد ما يعيش تناقضات في الشارع، في الدار أم وبوه تكلموا بلغة وفي المكتب يتكلم بلغة. فهمت؟ العباد الكل وقتها تمشي للدار تتكلم بلغة المدرسة نتاعها، إلا إحنا نتكلموا بلغة في الدار وفي الشارع ونتكلموا بلغة في المكتب. شنو هي حالة حليلة هذه؟ شنو هي حالة حليلة؟ إلى متى إحنا؟ هيدا مالطا حلت المشكلة نتاعها. راهو في 20 سنة تونس تولي دولة متحضرة. في 20 سنة فقط. فهمت؟ لازم يكونوا نعرف إني فما رجال توانسة. فما رجال توانسة بالفعل، فهمت، يفكروا في مصلحة تونس. هذه الأمور أساسية. راه الشعب الذي لا يكون له معناتها هوية، هويته الحقيقية مش هوية عربية وإسلامية، تونس موجودة قبل الإسلام وقبل العروبة وتبقى بعد الإسلام وبعد العروبة، عندنا تاريخ 10,000 سنة يا ناس، 10,000 سنة، وانتم رابطيننا ب1400 سنة ما حبيتوش تخرجوا منها. راه تونس ماشية نحو الهاوية، راو اليوم قتلوا لكم 14، وراو قاعدين يقتلوا فيكم بالواحد بالواحد، وقاعدين يدجنوا فيكم ويردوا فيكم عباد خايفين، خايفين. اما الخوف مش كيما خوف بن علي، لا، انتوا يخوفوا فيكم بالجوع، يخوفوا فيكم باش يطردوا لكم الخدمه، يخوفوا فيكم باش ما يبعثوا لكمش المنحه، يخوفوا فيكم باش يغلي لكم في السلعه، كل الاساليب، راو بالفلوس قاعدين يقتلوا فيكم بالواحد بالواحد. الى متى هذا الذل؟ الى متى يا توانسة؟ نعرف انا التوانسة مش هكا، أنا عايش مع التوانسة ونعرف، نعرف اللي التونسي ما يسمحش في حقه. فهمت؟ مخلين جماعة، فهمت، نتاع النهضة من اللي ظهروا عام 70، 40 سنة
وهما موخرين ما خلوناش نتقدموا. من بعد جاو شنو باش يكملوا يضربونا الضربه الاخيره ويقضيوا علينا وينهيونا للابد، وكل مره يقتلوا جنودنا او يقتلوا بوليسيه. هذا اللي نشوفوا فيه، اما اللي ما نشوفوهوش ما نحكي لكمش، ما نحكي لكمش. انا كنت في تونس بعد الثوره، وكيفاش جاو هدوني هدوني يا اما معانا. هذا مش انا برك، العبيد الكل يحكيوها لكم. يجي يقول لك عندك اربع شروط، عرفت تاع محمد اسلم تسلم، يا اما تتوب وتولي معانا نعطيك اللي تحب، يا اما تسكر فمك وتقعد رايد، يا اما تخرج من البلاد، فهمت؟ يا اما راهي كرهبه تضربك ولا تقتل روحك ولا ما نعرفوش عليك شنو باش يوقع لك. هذه اي انسان في تونس يعرفها، معناتها ناشط في تونس يعرفها، وجاؤوه جماعه النهضه وقالوا له هالكلام هذا، فهمت؟ ونتحدى اي انسان، معناتها انا قلتها، معناتها متاكد اللي فما ياسر الاف الاف قالوا لهم نفس الحاجه، ويقولوا هالك ديريكت مش لعب، معناتها هذوما عباد جايين مجرمين، فهمت؟ قطاع طرق، فهمت؟ يعملوا في الاساليب نتاعهم هذه المنحطه، فهمت؟ من اجل القضاء على تونس، ومشاو باش يبيعوا تونس للشرق، كيما تونس تم بيعتها 20,000 مره، توا باش يبيعوها باش يقدموها في طبق من ذهب. اذا يا شعب التونسي، كان ما كنتوش باش تتحركوا، باش تتحركوا تحرك لازم ثوره اخرى، ثوره تحبوا اسلام، الاسلام ما يخش على خمسه حاجات، الشهاده تشهد مش مشكل، تصلي تصوم تزكي تحج لو استطعت، غير هذا الخمسه قواعد اي واحد يقول الاسلام اكثر من هذا يدخل ربه للحبس، فهمت؟ اللي يحب يطبق الشريعه يمشي للسعوديه، اللي يحب يطبق يدخل الاسلام في الدين ولا في التعليم، يا ودي شنو واش ندخل الاسلام في التعليم؟ ايش يفهم منه؟ لا في التعليم، لا في الاقتصاد، لا في الاجتماع، لا في علم النفس، لا في حتى شيء. خمسه حاجات هذا هي اقل حاجه واحد ينجم يقبلها من الاسلام، انك تشهد وتصلي وتصوم وتزكي وتحج، رغم ان الحج معناتها سرقه، سرقه شنو ياخذني في فلوس في السعوديه؟ شنو الحالة حليلة هذه؟ 10 ملايين ولا 5 ملايين تدز فيها للسعودية؟ نفتح بها مشروع أنا في تونس. الحج لازم يتنحى. من المفروض أنه لازم يتنحى الحج. شنو الحالة حليلة هذه؟ فهمت؟ والجوامع اللي يبنوا فيها ما عادش يبنوا جوامع، الجوامع ردوها مراكز ثقافية. كلها ردوها مراكز ثقافية، أعطوها للشباب يعملوا فيها رسم، يعملوا فيها فن، يعملوا فيها معناتها تمثيل، يعملوا يحلوها لأي حاجة أخرى. فهمت؟ وفما جوامع مثلا قديمة علاش ما توليش مطاعم؟ مطاعم معناتها ضخمة. علاش آلاف الجوامع باينينهم لنا، اش تعملوا بيهم؟ خلي جامع في كل مدينة، جايب وصلي في دارك. فهمت؟ أربع خمسة جوامع في تونس ويزي. شنو هي الحالة الحليلة هذه؟ حقيقة راهو يا توانسة كان ما كنتش باش تحطوا فاصل مع رب هذا الإسلام ورب هذه العروبة ورب هذا محمد. وتنهيونا من الحكاية هذه الكل، فهمت؟ تحبوا إسلام خلوه في هذه الحاجة أكبر، لا يتدخل في السياسة، لا يتدخل في الاقتصاد، لا يتدخل حتى حاجة أخرى، يتلهى بروحه، تحب تصلي يصلي على روحه، ووقت تصومش يهمك في العباد الآخرين يفطروا، المحلات الكل تتحل، وخلي دولتنا تولي دولة تونسية بالفعل، ونتمنى أن الشباب يسمع الكلام هذا، ويفكر في الكلام هذا جيد، وراهو راهو 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 حطها في بالكم النهضة ماهيش تخرج من تونس لا من بحر من الدم، فهمت؟ خاطر هذوما مجرمين، فهمت؟ غارسين رواحهم في الأرض نتاع تونس ومحالفين أنهم يخرجوا من تونس إلا لما يدمروها. إذا أنتم على قد ما توخروا وعلى قد ما تسكتوا وعلى قد ما تسلموا راه باش يجيكم الدور واحد واحد، راه اللي باش تقتل بكهرباء واللي باش يلقى روحه مشنوع واللي باش يحطوا له السم واللي باش يقتلوه بالرصاص واللي يبعثوا عليه الكلاب نتاعهم. راهم عباد مجرمين يا توانسة افهم، راهم عباد مجرمين مجرمين مجرمين، راهو قتال ترواح يغزر الوجه، يغزر الوجه، راش تغنوش هذاك وجه تاع عبد مؤمنة، يغزر الوجه يعني شيء شيء ما يتقبلش. توا هذا كل بهائمة ولينا بهالدرجة هذه بهائمة؟ تفيقوا على رواحكم شوية. على كل حال نظن الفكرة واضحة وأكتفي بهذا القدر، وسامحوني خاطر انفعلت شويه، اما معناتها شيء يحزن انه ولات الموت في تونس مساله عاديه، 14 واحد تعدم هكاكا تقتلوا شهداء، هما بالفعل شهداء تونس مش شهداء الاسلام، شهداء تونس دلال هذاك، شهداء تونس
هذيك هذوك يكونوا دليل على الارهاب الاسلامي اللي نعانيو فيه 1400 سنه من نهار اللي دخل الاسلام لتونس. كانت المراه ملكه فهمت، توا ولات فام دو ميناج وما تجيش فهمت، ولات تصلح للنكاح فقط فهمت. يعني شوف معناتها المستوى فين وصل، فين وصلنا هذا الاسلام. اذا لازمنا نقطعوا مع الشر ونقطعوا مع العروبه ونقطعوا مع الاسلام. واحنا رانا عندنا مخاخنا وعندنا رجالنا وعندنا عبادنا موجودين في الخارج فهمت، ونجموا نبنيو تونس ونبنيو لها علم نتاعها والوطن نتاعها واللهجه نتاعها نردوها لغه رسميه ونبنيو تونس ونوليو دوله متحضره كما مالطا كما اسبانيا كما اي دوله. نظن الفكره واضحه وبينه ومعناتها احضروا 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 من اللي قاعد يوقع في تونس. راهو تونس ماشيه نحو الهاويه، نقولها ونعاودها نقولها ونعاودها، راهي تونس ماشيه نحو الهاويه وراهي النهضه فهمت، ماهيش معامله على الانتخابات هذه، معامله على الانتخابات اللي بعدها واللي بعدها. اذا من توا كسروا لها كل شيء، ولازم العباد تفهم وتخرج. احنا ما حاجتنيش لا بشريعه لا باسلام لا بارهاب لا بعروبه، نحبوا تونس للتونسيين واللي يحب تونس واللي يخدم تونس واللي يعترف باللغه التونسيه كاللهجه بتاعنا هذه كلغه رسميه، واللغه الامازيغيه كلغه وطنيه، وان الارض هذه اصولها امازيغيه لا نقاش فيها، والعلم بتاعنا علم تونسي ليس هذا العلم التركي اللي جايبين هنا، العلم الاسلامي المخمس اللي ليس له اي قيمه. اذا لازم الشعب التونسي، انا نحكي توا مع احنا راهو فينا، نحكي مع الاجيال اللي صاعده توا، لازمها تفهم كان تحبوا تعيشوا قال تحبوا تعيشوا وتوليوا متطورين وتولي العباد تحترمكم، لازمكم تسعوا كلكم من اجل تكوين دولة وطنية فعلية تؤمن بالمواطن وتلوح عليكم هذا الاسلام وهذا العروبة. ولازمنا نفاوم الاسلام والعروبة الى الابد، نفاوم منهم ونحولوا هذوك من الجوامع. علاش نديرو في الجوامع؟ علاش نحولوهم هذوك المراكز الثقافية؟ شنو نعملوا بها؟ عباد تدخل تصلي، طالع تصلي، طالع تصلي، شنو نفعك؟ شنو علمونا؟ فهمت؟ تولي مراكز ثقافية نعطيوها للشباب باش يحلوها مراكز نتاع أعمال يدوية، فهمت؟ جامع الزيتون نردوه مطعم، فهمت؟ جامع القروان نردوه مطعم، ونطوروا البلاد نتاعنا وتولي بلادنا متطورة، ونفتحوا الوتلة ونفتحوا كل شيء ونوليو دولة متطورة معناتها تؤمن بالحضارة والتقدم وتؤمن بالإنسان كإنسان، فهمت؟ هذه هي الفكرة، نظن واضحة. ومع فيديو قادم وبسلامة.